يعني ما بعرف كيف بدي رحب فيها. هاي صعبة، هيدي صعبوه علي يعني. يويو حياتي. ضحكتك، شكلك، جمالك، أناقتك حبيبتي، حبيبي، زميلة عزيزة من عمر. اي والله من عمر. الله يرحم شد الشعر. شد الشعر امبارح زي بدي اياه، عم بقول شو بدي اقول لها. الله يرحم شد الشعر. بس تذكرت شغله، اضحكت لحالي. ما انا لحالي هلا. كانت كارين حبلة، كنت حبلة بجوني. كارين حبلة، انه شو حبلة؟ بانتوني، جوني بانتوني. حبلة يعني وجهها ما مبين يعني هيك. وانا كثير بحب شكل الست الحبلة. فكنا عم نحضر مسرحية. كرهتك بالنسوان الحبالة؟ لا ما بعرف. مسرحية هدى حداد وكذا وهيك، وانا حاملة هالتليفون انه كارين لازم نتصور انت وحبلة. كارين خلقة ضيقان من الحبل، ما بدي اتصور. وانا زعلت. بتتذكري؟ ايه بتذكر. وشو اسمها نادين تقول لي لا ما هي حبلة. الا حبلة هيك بتبخاني. يا ربي. فاشتقت لك كثير. انا كمان اشتقت لك كثير. اشتقت للولاد. اخر العمالقة. اخر العمالقة. ايه خلينا نخبر المشاهدين عن اخر العمالقة. نحن المذيعين والمذيعات تبع اكس تلفزيون المستقبل، وكل واحد منا صار بتلفزيون وبمال وبقرنه، شي ام تي في، شي نيو تي في، شي ال بي سي، شي فمرة اجتمعنا بصورة كلنا سوا بالشمال، يمنا هيك بكل نحن آخر العمالقة. عن جد آخر العمالقة، يعني مع احترامي للكل. لا بس اللي بيعرف يمنا بيعرف إنه يمنا البرامج اللي قدمتهم من أكثر من 20 سنة هلا عم يتقدموا. مزبوط. بصدق طريقة التقديم، مش بس حتى البرامج، طريقة التقديم، طريقة اللبس، هالسون فاسون، هل إنه قاعدين كأنه قاعدين بالبيت. صح. اللي كان بوقتها الناس تقدم هيك معلبة. صح. صار ترند. صار ترند. فأنا هيدا شيء كتير بيبسطني. يعني أنا بقول لهم أنه أنا أنه تمسحت فيني الأرض بالسابق. يعني أنا بذكر لما كنت عم حضر للقمر على الباب وطلع البروغرام، كتبوا بجريدة السفير يمنى شري تعود وكأنها لم تعود. ونحن كان تحضير كتير كبير. يعني أنت كارين كنت بداخل هيدي المؤسسة، وبتعرف أنه هيدي المؤسسة قد ما بيّنت كول ولذيذة وسان فاسون وهيك، نحن جميعا كنا نشتغل كتير. صحيح. وهن اشتغلوا علينا كتير ونحن اشتغلنا على حالنا. صح. كتير. صح. فتلفنت وقتها لأستاذ طلال سلمان بوجهله الخير عم ببكي. قلت له أستاذ طلال أنا يعني، وطبعا يعني نحن كمان كان النقد له وقعه، كان له وقعه وكان يبكي. مش كان يبكي هلا. ايه مش يعني شرشحني تشرشحك وردح ومسبات وهيك. فجربت وضح انه انا عم اقدم مدرسه جديده بعالم المنوعات اللي هي الشاتشو. قلت لهم كان بيسوى نعطي فرصه شوي اكثر لهيدا الموضوع. وتناقشنا وقتها انه شو يعني نظهر من الصالون الفني. صح. او من الون تو وان الرسمي، شو يعني انه انت بدل ما تكون قاعد مع ضيف معلب بالحوار، لا تكون عم تحكي بالبروفايل. وفعلا بوقتها انا بقول تجربه رائده. يعني كنت انا والقمر على الباب وتلفزيون المستقبل وهالجروب كله حقيقه افانغارديست فيها. صحيح. صارت ترند باخر مدرسه. على فكره مدرسه، نحن عشنا بمدرسه. صحيح. 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 خرجت يعني من اهم الاعلاميين على الشاشات. بس نحن اليوم هون لنحكي عن دور يويو بهند خانم. ست سمر. شيرين. شيرين. فخي لنفخ. فخي لنفخ. أول شيء بدنا نقول قبل كل شيء مش قليل يعني. يعني مش قليل نحن يعني أنا وأنت وجوزيف. لا ومش قليل شو عم نعمل، مش عم بنفخ. يعني الناس بتعرف إنه أنا حدا فيري أوبجيكتيف، ودائما بقول شغلي إنه بتعرفي هلا دارج اللي بيغني بيمثل، بيمثل بيغني، واللي بيرقص فأنا بقول شغلي إنه نحن من الناس عنا شيء نخاف عليه. يعني عنا سيفي مرتب حلو، نجاحه تصاعدي. فأنا من العالم اللي ما ممكن جازف بشيء لا كرمال المصاري
ولا كرمال الشهرة. يعني كنا عم نتحدث هديك نهار أنا وورد الخالب، وجه لها كتير تحية وحب. عن جد وأنا كمان. قلت لها بتعرف يعني عم تحدث، قلت لها يعني أنا ولا مرة حسيت بدي فوت بالتمثيل لأنه عايزة شهرة أو عايزة مصاري أو زهقانة، إنه كنت خايفة كتير وبحضر كتير ولغاية هلأ بحضر. يعني أنا بدرس as if عم بعمل كورس. فبقول يعني التجارب عم بتكون حلوة لدرجة السنة الماضية قلت له لأستاذ مروان حداد كمان بصبحه بالخير إن شاء الله كمان يكون عم يحضرنا، هالزلمة يعني قلنا باشا دراما بمسلسل الباشا، أنا بهيدا المسلسل بدي سميه شجاع، ونحن كمان الشجعان، بس بتعرفي دايما في راس بالعمل. هيدا العمل يعني كتبت أنا أنه مسلسل بينكتب عنه مسلسل. فاللي بدي أقوله أنه بالباشا كان دايما قبل أنا عملت شو عملنا؟ عملت كذا مسلسل. ايه عملنا مثل القمر. فكان أنه مشاركة خاصة الإعلامية يمنى الشريف، عم قل له، قال لي لا يمنى انت بالباشا مثلتي، فنقزني انه انا دايما يعني اذا بدك يعني مبسوط، لا مش تواضع، واذا بدك تخبية كمان انه انا اعلاميه وانا يعني عم بعمل تجربه بتمنى تكون حلوه وعم بجتهد فيها كثير. فكمان حتى اذا عرجت انه انا اعلاميه، ايه. قال لي يمنى انت بهذا المسلسل مثلتي، وفعلا نزل اسمي كممثله. وبهذا المسلسل يمنى دورك كبير، ايه. يعني رح نشوفك بشكل كتير كبير وواضح وله تقله بالمسلسل. انت بتكوني صديقة ورد الخال، يعني ما رح نخبر الخبرية، صح. بس انه الصديقة المحبة اللي بتحبيها اللي بتنصحيها وكذا، ورح تفوتي بمشكل ومشاكل هالعائلة، صح. الدور منه هين ابدا، والمسلسل اصلا منه هين، وانت عم بتشاركي وتوقفي قدام ممثلين مثل خالد القيش، مثل ورد الخال، وسام صباغ، كتار جوزيف، كتار يعني هن اللي ممثلين الموجودين، استاذ اسعد رشدين، اسعد رشدين طبعا، ست جناح فخوري، كتار. خبريني عنه لهيدا الدور. يعني انا بخجل اقول كلمه بطوله لانه لا، بس انت بالبطوله، بس انا بخجل اني اقولها، خاصه يعني نحن حتجي أيام نحكي أكثر تفاصيل عن هذا المسلسل. هذا المسلسل عاش أصعب ظروف، صحيح، عاش لبنان. شهد على كل شيء عشتوه وعشناه وشهدناه بكل مساء وكل صباح كل دقيقة كل روحة اللي مش معروف إذا نقدر نرجع على بيوتنا أو لا. مرات كتير نضطر ننام برات البيت، وهون بدي أقول أنه هند خانم حقيقة أنا بعتبر بطولة جماعية من أصغر إنسان لأكبر إنسان، هن الأبطال بهذا العمل، including أكيد نحن بس كلهم، لأنه حقيقة ظروفه ما كانت عادية أبدا. منك عم بتحضري نص وتعدي تحت إدارة مخرج كمان بوجه له تحية أكيد لكنان اسكندراني، والأكيب كله كان أكرم الرئيس أو شانتال أو الكل، كل أو رشال أو رشال، نحن كنا تحت ضغط، تحت خوف، تحت قلق، تحت مجهول. كان في سبورت كتير عالي، كان في راس اسمه مروان، يعني كل مرة يقولوا لي أنه أستاذ مروان بدنا نستكمل التصوير، ولأنا مجنون يدلك يا يوم. تذكري كنا نروح على التصوير ويصير مظاهرات ويسكروا الطرقات وما نقدر نوصل على بيوتنا. بالضبط. تذكري يعني انت شو صار فيك بيذكر الواتساب. انا في قصص ما بدي امحيها، بقى اذا بتتذكري هيدي الليالي نولول على الواتساب وتقولي لي كارين امرقي لعندي، انا بيتي هون، وزفاني قال لي انت ما رح تقدري توصلي، شي فوق الخيال. ما بدنا نقمط قلب الناس، لربما بحاجة نحن نقول شو صار معنا خلال هيدا المسلسل. بس أصعب ظروف عشتها من أول ما بلشت شغل لغاية اليوم هو هيدا المسلسل بظروفه. الشيء الحلو كتير اللي بدي شوفه أنه هو التمثيل بحد ذاته بيفصلك عن الواقع، صح. كنا بحاجة كتير لهيدي الفصلة، صحيح. بس فرق كبير بين أنا دايما بوجه تحية للمراسلين خلال هذه الفترة، بس المراسل عارف حاله نازل مطرح
بده ينقل الصوره شكلا ومضمونا بعيونه بشكله عن الحدث. انت بتكوني مكتئبه وبدك تعملي دور بذات الخوف صح. وبعدين بدك تحبي وبعدين بدك تضحكي وبعدين بدك تكوني قاعده عم تحكي مع صديقتك ورد الخال بالمسلسل. حقيقه ما بعرف قد ايه رح تعطينا هيدي لقدام، هل اعطتنا صبر، هل اعطتنا قوه؟ بدي خبرك ليش بضل يرن، هل اعطتنا قوه، هل اعطتنا انفصام زايد لانه نحن نعيش الشيزوفرينيا والانفصام والا ما قدرنا نوقف على إجراء. أهمية المسلسل بالنسبة لي على الصعيد الشخصي والمهني لأنه تجربة من عادية بتكمن هون. المسلسل بدك تسألي شيء؟ بدي أسألك أنه بطولة ونازل صورتك بالبوستر الأساسي يعني بتستهلية أول شيء خليني أقول أنه بعد كل هالشغل إن كان بالإعلام أو إن كان بالتمثيل أنت شخص بيستاهل الحمد لله. يعني أنا على طول بقول يمنى من اللي خلقت الشاشة لألون حبيبتك ولا مش لأنه بحبك بعرف بعرف بس أنه نحن صار عنا نضوج معين بحياتنا ومن مطرح ما نحن راجعين في ناس رايحة هلأ صح. عرفتي فصار عندنا نضوج معين انه فينا نحكي الامور هالقد مثل ما هي وعندنا نفسيه حلوه بتعرف تزقف للاخر ولنجاح الاخر. انت بتستاهلي يمنى هيدا النجاح وبتستاهلي انك تنزلي على البوستر. بس كمان انا بعرفك على الصعيد الشخصي وبعرف قد ايه بتبنك يمنى وقد ايه بتخاف وقد ايه بتخاف على حالها وقد ايه بتخاف على اسمها لانه بالنهايه هيدا رصيدك بالحياه صح. يعني هذا اللي اشتغلت كرماله صحيح. خايفه من اول حلقه، خايفه من اصداء الناس، خايفه ولا يلا؟ لا جواتي قوة كتير عالية، جواتي إيمان كتير عالي، جواتي مثل متفجرة حلوة ناطرة بفارغ الصبر إنها تطلع. القصة كتير حلوة قبل كل شيء، يعني بعتقد بالدراما اشتقنا شوي لقصة مشوقة ومعقدة وفيها كتير من العقد النفسية، فيها كتير من السسبنس، فيها كتير من التشويق. هيدا الشيء أنا إذا عم بحضر بحبه، يعني أنا بحب الأشياء اللي بدي فكر وأنطر وشو بده يصير. حتى أنا وعم بقرأ صير قول بدي أقرأ الحلقات اللي من بعد تشوف شو بده يصير. فلما هيدا الشيء بيصير معك أنت وعم تعملي هيدا العمل مستحيل ما يرجع يعكس على الناس. أنا سوبر بوزيتيف لأنه أنا وكل مين موجود بهيدا العمل عملنا أقصى ما فينا، عملنا أجمل ما عنا، قدمنا، اشتغلنا بقوة وتحدي وحب وصبر ودعم منقطع النظير. يعني عم أقولها وأنا شخص كنت مفكرة أنه أفظع شيء ممكن أمرق فيه على الصعيد المهني هو مجزرة أنا. وكنا قد الحمل بس وبرجع بقلك وقت عملت هيدي الحلقة بمجزرة أنا كنت قاعدة هيك قاعدة بالكامب اللي صار فيه التفجير بس عم قدم صورة الحدث. فما حدا بيلومني إذا بكيت، ما حدا بيلومني إذا طالعة مفجمة، ما حدا بيلومني إذا غصيت. بس هون كان في انفصال كلي عن واقع كتير صعب لتروحي لقصة completely different. كنت دايما عم حط براسي وحتى بشغلنا نحن بتتخانقي مع أمك، مع جوزك، مع حبيبك، مع ابنك، بتعصبي من شيء، نحن منعرف بأدائنا التلفزيوني نفصل. بس اللي نحن عشناه جديد كليا ما بعرف شو رح يعلمنا لقدام. بس بعرف انه جواتي قوة كتير كبيرة وفخر فخورة بهيدا العمل وبتمنى له من كل قلب النجاح. بيستاهل هند خانم انه بإذن الله طبعا لانه دايما التوفيق من رب العالمين أكيد. بس بيستاهل ياخد حقه على الشاشة لانه غير القصة الحلوة ظروفه كانت. دايما كنت اقول كلمة السر بيني وبين ورد سوريال اللي عم نعيشه سوريال صحيح. ومع ذلك بعتقد كنا قدها وبعتقد ان شاء الله يا رب باذن الله يكون يعني كلنا متمنين هذا الشيء وكلنا متمنين الناس تحب هالشخصيات كلها بهيدا المسلسل. يمنى اخر سؤال خارج اطار هند خانم، قد ايه يمنى بعدها مآمنه
بلبنان قد يومنا بعد بدها تبقى هون، وقد يومنا زعلانة منه وعليه للبلد. كتير زعلانة منه ودايما. هلا أنا ما فيك تفوتي معي بهذا الموضوع، بصير بدك تبكي. أي طيب خلص، لا ما ما بدي بكيك. طب خلص 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 ما بدي. أكيد زعلانة كتير منه وهو. طب خلص وعتبانة. هلا رح تبكيني؟ لا بس فتي على المطرح العبقة الكبيرة يعني. أنا كان فيني فيلم من زمان، أنا كتار بيعرفوا إنه أنا عائلتي كلها بكندا. بكندا وبأمريكا، ومن 2006 وقتها تشرشحنا وتبهدلنا وهون قلت، وأنا كان فيني أخذ الباسبور من قبل لأنه حتى الوالدة والوالد بتعرفي في عمر معين على عميانة بتاخذ الباسبور. كنا وقت تلفزيون المستقبل ويا أرض اشتدي ومين قدي والدنيا حلوة وما ونحن فتنا بعمر صغير ما كتير منعرف ما كنا واعيين لقدام. وكان لبنان حلو يعني، ما بعرف برا كيف كان لبنان بتجربة تلفزيون مستقبل، بس بعرف اللبنان اللي كان داخل تلفزيون مستقبل كان كتير حلو. مشان هيك أنا بالرغم من كل هالعمر بالرغم من كل هالنضج دايما بعمل صدمة، وناس بيفكروا انه شو بها يمنا هالقد طيبة هالقد كذا. انا بعدني بنقص انه لانه انا ظهرت من المدرسة عم فوت على الجامعة فت على تلفزيون مستقبل، فما لحقت شوف كتير قصص خارج يعني خارجية خارج البلد. وإذا بدي أرجع للطفولة إيه أنا بتذكر إنه نحنا جيل الملاجئ جيل الحرب، بس قديه بتتذكري كنت تحضري أخبار كنت تقري جريدة لا كنا نعرف تحليلات كنا نعرف فلان لا لا أنا يعني هيدي السنة صعبة صعبة كلمة كتير صغيرة بس إيه عتبانة كتير على لبنان. وما بعرف يعني بعدني هون بالوقت اللي بقدر فل بأي دقيقة يعني ما في شيء بيمنع أني فل. بعدني هون، تهدم بيتي مرتين بالجنوب، عمر بيي، أرضي حلوة، عنا زيتون انت بتعرفي عن صحيح. زيتون الحاج عنا رزق حلو، بيي بحب الارض ربينا على حب الارض، انا بنت بيروت امي من الشمال كثير مشقفه عاطفيا حبيت بحياتي من كذا منطقه بلبنان اليوم عم بيشهدوا كمان صراع كثير كبير، بتشقف من جوا عاطفيا، بعتب بحزن بغضب، بس ما بعرف احقد بعدني ما حقدت. ما بعرف اذا الحقد هو اللي بخليكي تاخدي القرار وتفلي، بس بعدني ما وصلت للحقد. بعدني بشوف يعني حتى ببين من كتاباتي انه انا وسطيه، ما بعدني ما بعرف اكره احقد، وخايفاني كثير من كمية الحقد والكره والفتنة الموجودة. وقد ما فيي بجرب أبعد عنهم. يعني أنا الليلة اللي ما بنام فيها كليا هي الليلة اللي بشوف فيها هالقد كره وحقد وحرب على تويتر. وبفصل بفصل بفصل بفصل. أنا من الناس بعترف بحاجة ملحة لطبيب نفسي بعد ما صح لي وقت أنه أعملها، ونحن بحاجة لمساعدة صحيح. ومش عيب ولا غلط أبداً. أنك تحكي. الله يفرج علينا بس هيك إن شاء الله، وإن شاء الله بتضلك يمنا بلبنان، وإن شاء الله منشوفك على الشاشات أكتر وأكتر إن شاء الله، وإن شاء الله هيك بتضلك عم بتضوي. خليني أرجع شوي للمسلسل. ورد كنت تعرفيها قبل على الصعيد الشخصي؟ اوكي. اشتغلتي معها شيء قبل؟ لا بس لا. بعرفها ايه؟ كفنانه يعني حتى بحسها قريبه. شو اكتشفتي بحالك قدام ورد، وشو اكتشفتي بورد شيء جديد من بعد هذا المسلسل؟ هلا ما بعرف شو اكتشفت بحالي قدام ورد، اكتشفت اني مجتهده. ايه
يعني لما تكوني قدام اساتذه صحيح هذا يعني على الاقل بتعرفي انك حدا مجتهد. ورد طبعا هي محبوبه بالوسط الاعلامي والدرامي، مستضيفتها كذا مره، بنلتقى دائما. بس بالشغل اول شيء نار، يعني هايبر لدرجه يعني بتفوت نار، يعني بتفوت بالعة يمكن معمل القهوة والنسكافيه، وهي لا بتشرب القهوة ولا نسكافيه. بروفيشنال، سريعة، ما عندها يعني ما عندها شيء اسمه نحن نضيع وقت. هلا يعني مرات بحس انه يعني مع ورد بتحسي شوي عرفتي كيف نار أوكي. دينامو حقيقه. فريق العمل، خلينا نحكي عن فريق العمل اللي ورا الكاميرا، اللي كمان بدنا نوجه لهم تحيه كثير كبيره. خلينا نقول صراحه، يعني انا مشتغله بهالمسلسل، بسمح لنفسي اقول انه عن جد شغالين. يعني بتنصدمي انه في مثل باللبناني ما بينقال على الهواء، بس هن هيك بالشغل مزبوط. يعني ونحن اجينا كورونا كمان بالمسلسل اضطر مروان حداد انه يقلص العدد، لانه كان متعارف عليه صار انه اذا العدد فوق ال 15 نحن صرنا مجموعة. مزبوط. فمع تقليص العدد صار كل شخص يعمل كذا شيء. مزبوط. وبتصيري أنت يعني هن طبعا صاروا مثل العيلة، يعني أنا أهلي ما شفتهم خلال هالسنة قد ما شفتهم، قد ما شفت فريق عمل هند خانم، من أساس كنان لأحمد لا جد أحمد يعطيك ألف للإضاءة حسن، لا راشال، لمكرم، لريتا، ريتا الميك اب، الشعر، وسام، وهلأ معنا بطرس، ساعديني، كارول، جويس، ويوي، مين بعد يعني بدنا نحكي، كمان عن مشاركة، يعني في جوزيف حويك زميلنا وحبيبنا وحبيب القلب، في وسام صباغ اللي أنا أكثر شيء مشاهدة أنا وياه لوسام، تشوفوا شو رح أعمل. وسام مبدع كمان مبدع، وأنت مبدع كمان. أنا بعتبر إنه هذا الدور هو الدور. هو عن جد عن جد هو الدور. ليكي أنا كمان بدي أقول شغلة، بس إنه ما حدا يفهم شو عم أقول. هيك بتعرفي بالتمثيل، هلا نحن انه بنتفصحن انه نحن اعلاميين، يعني دائما انه نحن بنعرف بالقصص، نحكي عنها كثير اكثر من غيرنا، لانه نحن نحاور صح. الممثلين والمخرجين والمنتجين والى اخره. فدائما انه قصه هذا الدور جديد علي، وهالدور مش انا غيرك، هالدور ما خصه فيني وهو تحدي حقيقه. انا لانه كمان شخصيه شيرين فيها تقريبا شي 5 شخصيات، وانا تعبني هذا الموضوع وهسترني. وبتعرفي يعني انا بفوت بدراسه الشخصيه مع المنتج، مع المخرج، مع الكاتب، مع الكوتش، مع حالي، حتى مع ورد كنت اسالها كثير من الاوقات. فلقيت شغله انا اكتشفتها، انه نحن ما بنمثل ادوار، نحن بنستنبط من داخلنا صح كل هول صح. يعني نحن كبشر عنا الحزن والغضب والمكر والهضمنة والطيبة والطيبة والشك والفجور والأودمة، وكلهم عنا إياهم بالطبيعة البشرية، عنا إياهم. بتجي ظروف الحياة، التربية، الحياة كيف بتاخدك، بتعلي فيك أشياء بتموت فيك أشياء. صحيح. بيجي التمثيل، هيدي أنا فلسفتي الشخصية، بيجي التمثيل بفيقهم
كلهم صحيح. لما تعزيهم الشاطر اللي بيعرف يفيقها صح. صحيح. فأنا هاي من الشغلات الحلوة اللي أنا اكتشفتها. يمكن ممثل تاني مخضرم أكيد يمكن بيعرفها، بس أنا كأعلامية يعني هاي تالت تجربة تمثيلية لألي. هيدا اللي حسيته. يويو أنا كتير انبسطت فيك اليوم. شوفي أنا كتير حياتي. أنت منيحة؟ أنا منيحة. مستمرين؟ مستمرين مستمرين معاومين. أنا كتير انبسطت فيك اليوم. أنا كمان. وناطرينك كلنا، ناطرين شيرين بهند خانم عبر النيو تي في، ناطرينك وناطرين العمل كمان. يعطيك ألف عافية. love you so much حبيبي. I love you too. I love you عن جد من قلبي. stay safe. وأنت كمان.